بس من كل هذا الكبوسة هو الأوريجينال. ناخذ منه اثنين وننطلق. دائما اتونس بالعربة، انا مرات هيك اسوي هيجي اصعد، بس ما اقدر اصعد بيدي الكاميرا. بالنسبة للعلوتش اشكال والوان، بس انا عادة اشتري من هذا او هذا، هذا احسن شيء عادة. هسه الى الحليب، الحليب دائما هذا راسا على طول اساس فيتامين دي من السخافة. اي واحد خلصنا، هاي يعني خلصت مسواك، بس يعجبني افتر عادة هيجي اشوف اشياء البايسيكلات الجديدة اشوفها. منها مرة اشتريت البايسيكل ماتي، هذا مو ماتي، خلصنا المسواق. هو هذا منها اشتريت بايسيكلي مرة. يب، هذا الولد الصغير خطية شافني قال لي هاي كاميرا جوبرو مو، قلت له ايه هاي كاميرا جوبرو، فحط وشحط يمين ويسار بيد واحدة. المهم قلت له يا كاميرا جوبرو، قال لي انت ليش دا تصور؟ فتيجي هذا ومسكين هيك، كان اقول له على مود اليوتيوب، كان اقول له ها انت يوتيوبر؟ كان اقول له اي، بس ما عندي بس 400 متابع. كان يقول لي ها اوكي، شو اسمه اريد اشترك بقناتك، شو اسمك؟ قلت له عمر زكي. كان يقول ها اوكي مع السلامه. فهاي هاي القصه كلها. الرقم اللي يعلق ضوه يعني انه بي ناس، يعني مثلا هذا 9 فاتح ضوه. هسه نروح ازدحام، شوف رقم 5، رقم 5 ازدحام، رقم 3 1، رقم 1 زين ازدحام، يلا رقم 3 احسن شيء بي مسلم على الاقل. الحمد لله. اوبس اندعم وتسوقنا، خلصنا مسواق راجع السيارة. صدقتوا ما تصدقون، صدقوا ما تصدقوا، من الغرائب العالم وعجائب العالم، لما كنت واقف انا دا ادفع الفلوس، الاربعة المرأة اللي كانت قدامي الملابس حجاب كانت مصرية، أكثرهم أقباط مصر مسيحيين، خوش ناس، كلش خوش ناس محترمين، المسيحيين المصريين العرب كلش محترمين، والقدام كانت مسلمة، والعلى يساري همينة كانت أكو واحدة مسلمة، يعني كنا أربع عائلات أو أربع أشخاص دا ندفع الوحيدين كلنا مسلمين، فشي كلش حلو يفرح أن الإسلام بأمريكا كلش دا يقوى، دا يكثر ودا يكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإلى هنا ننتهي فلوق اليوم، نشوفكم إن شاء الله بفلوق جديد. شوفوا الفلوقات اللي فاتت وتونسوا واستمتعوا، وشوفوا الحلقات اللي فاتت، ومستمرين إن شاء الله إلى يوم معين، إلى حد ما يجي قدر الله سبحانه وتعالى، قدر من الأقدار. والله المستعان، اليوم الحمد لله فرحان أنا، وإن شاء الله كل يوم أكون فرحان وسعيد على مود، حتى الفلوق يكون حلو، يكون أحلى لما الواحد يكون فرحان. فنشوفكم على خير إن شاء الله بفلوق جديد، ومع السلامة. مع السلامة، شنو مع السلامة؟ مع السلامة، مع السلامة، نشوفكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة، إن شاء الله نشوفكم باكر عقب، مع السلامة. وصلنا للبيت والحمد لله، وهمينا هذا الفلوق ما خلص، هم بتكملة مثل كل مرة أقول انتهى الفلوق وهاي وما راح ينتهي، بس هالمرة إن شاء الله هاي النهاية كاختصار، بس إنه بدي أعطيكم نصيحة أو حكمة يعني بالأخير، إنه شلون لا تستسلم دائما مهما صار قدامك بطريقك، لا تستسلم، حاول حاول بأي طريقة، وحاول لما تحاول تحاول بالطريقة الصحيحة. ودليل أو مثال على هذا الشيء، لما رحت للبنك للمرة الثانية كنت دافع فلوس، مكتوب بالجوجل إنه الساعة 7 يسدون، المهم طلعوا الساعة 6، فقلت لهم هذا الحكي هناك، المهم إنه رحت فهم الساعة 6 مسدين، خلص سادين المكان وكل شيء وماكو اي احد ولا اخر، بس انا حاولت وظليت احاول وقلت لها مو بالجوجل كاتبين الساعه 7، قالت لي ماكو، ما هي الساعه 6 يعزل، لازم تعرف لازم تجي قبل، صدق هذا الشيء من حقهم، لكن مع ذلك انا حاولت بطريقه صحيحه وعلى كي حكيت وياهم بالانجليزي باخلاق والى اخره، والحمد لله قبلوا انه ادفع هاي ال $20 ما ادري قد كنت احط بحسابي، مستعجل كلش، قلت لهم انه لا الجامعه تحتاج هاي الفلوس هسه، لازم الله يخليكم، قلت لهم الله يخلي الله بروتكت يو بليز ليت مي تشقاكم. فالمهم انه لا تستسلم، فالحمد لله نجحت قدرت اطل فلوس، لو ما اطل فلوس كان ما اقدر اسجل بالجامعه اليوم، يعني انه ممكن تصير باكر او ممكن يصير مشكله بعدين باكر. دائما حاول ايضا اشياءك تسويها دائما اول باول، ودائما تسوي اهم الاشياء اول وبعدين الاشياء الثانويه، واذا شيء صعب لازم تبدي دائما بالسهل بعدين تبدي بالصعب، يعني اشياء لازم تفتهمها، اشياء لازم تحفظوها، اشياء حكم، اشياء يعني ها انتهى،
ما اعرف شو احكي وما اعرف اساني مستعجل اصلا والى اخره والى اخره والى اخره، ونشوفكم ان شاء الله الى اخره بحلقه جديده، ومع السلامه. هاي جيم لوفت قبل فترة دزيت لهم رسالة انه كان عندي مشكلة بالحساب انه ربطه على الفيسبوك وما ترجع السيارات وهالشغلات اللي كانت عندي انه باللعبة ما موجودة. فهسه شي يقولوا لي we haven't back from a while ما عارف شنو، we were wondering if you everything is okay please let us know your complete satisfaction is our matter وما عارف شنو، احنا مهتمين بيك واهم شي رضاك والجنة استغفر الله. المهم فشنو قلت لهم انتم مجانين، انا شو اسمه طلبت من عندكم الحل، عندي مشكله وما حليتوا لي اياها، ايش قاعدين تسولفون وياي، ايش قاعدين تحكون انتم؟ فهاي شغله سويناها. وعندي بعد شنو بعد عندي ان شاء الله، وهسه يمكن راح اكمل رايد الونج، قبل فتره تكملت منه شويه وهسه يمكن راح اكمل الباقي ان شاء الله، ونشوفكم بعدين. وراها صلاه المغرب، همينا اصلي اهم شيء الصلاه اولا بعدين اشوف الفيلم، اصلي اول لانه الوقت صلاه المغرب عندنا ساعه واحده بس، وراها رأسا تجي وقت صلاة العشاء يأذن العشاء. وهاي شغلة الجامعة سويناها والحمد لله. بس راح أكمل الفيلم وراها إن شاء الله لازم أكمله بسرعة، يعني مو أكمله بسرعة، راح أشوف منه جزء بسيط يمكن ربع ساعة نص ساعة، وراها لازم أروح أصلي صلاة العشاء لأنه بالتسعة وعشرين دقيقة تبدي الصلاة وساعة 8:44، وشوية نكرز تشيبس حطيت شو اسمه هذا الحب مثل كل مرة، وهذا على مود الحب وهذا على مود الدوناتاية، وحطيت عصير البرتقال هنا بهذا شو اسمه البطل على مود شربه بسهوله وما ينشب وما يحتاج قلاص واشيله هيك راسا مثل كانه ما بدك تشرب ديو او بطل عادي. وراها نروح لصلاه العشاء ونشوفكم بعد شويه ان شاء الله. هسه وقت صلاه العشاء لازم استعجل، قدامي اقل من ربع ساعه للطريق واروح. نصيحه من عندي لحد يتفرج رايد الون توم سخيف كلش، الاشياء المقاطع السخيفه البي 100 كلها سخيف سخيف 100%، فما راح احطها ضمن لسته الاحلى الافلام اللي راح انزلها في اليوم ان شاء الله على اليوتيوب. فيلم كلش سخيف كلش سخيف. فهسه وقت صلاه العشاء اروح اصلي العشاء، وراها ان شاء الله اروح للمباراه، عندي مباراه ساعه 11:30، الصلاه تخلص بالعشرة تقريبا، يعني ارجع يمكن للبيت ساعه وراها اطلع للمباراه ان شاء الله. يا الله وصلنا الحمد لله. دائما انا اركن السياره قدام هاي الشجره دائما دائما دائما. اليوم اخذ بالطريق ما اخذ يمكن 10 دقائق بس، اول مره بحياتي يمكن رقم قياسي هذا، لانه الاشارات كانت كلها خضراء ومشيت سريع كالعاده، وما ادري سبحان الله وصلت من وقت وهل راح اتاخر. اللهم افتح لي ابواب رحمتك يا رب. دائما اتوضا، عمري كله ما صليت صلاه الا وتوضيت، حتى لو اعرف انه انا عندي وضوء ليش ما اعرف، دائما اتوضا. جود باي. I will make اذان ان شاء الله today. Make video for the اذان. ما شاء الله. شيخ سي ميك اذان. شيخ عمر العراقي. شيخ عمر العراقي will make the اذان. ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. مية مية زين الحمد لله. صلاة السنة دائما أصليها في هذا المكان، صلاة السنة تعوضك عن الصلوات الفاتت وتزيد أجرك الحمد لله على كل حال. هاي السيارة قدامنا هسه السيارة قدامنا هاي سيارة أختي دي سوقها رجل أختي. صلينا العشاء الحمد لله، وش اسمه كانت شو اسمه المحاضره ورا صلاه العشاء حلوه، انه حضروا نفسكم الصلاه الجمعه باكر وقرا الله العظيم، دائما مرات انسى القران مفتوح. على كل حكالنا على صلاه الجمعه وانه اكو محاضره للشيخ ميرفي هم بفلان يوم، واكو هيجي عن الاسلام وش اسمه، وكان صوت هذا الشيخ ما شاء الله لا قوه الا بالله رهيب 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 رهيب. هو شكله ماليزي وسمين بس صوته غريب، يعني صوته ما ادري شلون جابه ما شاء الله لا قوه الا بالله. وورا الصلاه سلمت عليهم اليوم اذنت ورد تقييم، بس ما حبيت دائما ما يعجبني دائما اقيم او دائما اذن كل ما اروح، ما يعجبني انه اخذ حق ناس او ما شابه، حتى لو المؤذنين اطول الاعناق يوم القيامه وما شابه. ايضا صليت بالسر الاول صليت السنه وخليت واحد ثاني هو يقيم الصلاه مو اني، وهاي الشرطه دا تنتظرنا هنا وش اسمه ما اعرف، الشرطه كانت واقفه ومفاتحين ضوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، شافوني
وبس لا يلحقوني وما لحقوني الحمد لله. هاي اول مره اشوف اول مره من السبع اشهر او ثمان اشهر اني ودا اسوق اشوف شرطه واقفين بهذا الطريق، مع انهم هم انا يقفون هم مرات، وكنت ما منتبه على السرعه. اذا تمشي لو ماشي شويه فوق ال 35 كان يكون ماشي، انا كنت دامشي 37 ما اعرف شلون ما وقفوني، يمكن شافوني دا اصور فلوج سامحوني. هاي فائده الفلوج، شوفوا كان ستغرمت يمكن 200 دولار او هيجي. والمهم فوراها حكيت ويا رجل اختي على الشغل شنو ليش سووا لي على اساس طردوني ومن هالسوالف، وقلت له غصبا عنهم ما يطردوني، ارجع غصبا عنهم ان شاء الله حيرجعوني. وقال لي ماكو ما لهم حق انه يطردوك. وسولفنا وياه، ضلينا نسولف على الكاميرات وعلى هاي البيع والشراء على الاي باي الى اخره. وهسه رايح عندي مباراه ان شاء الله الساعه 11 استبديل مباراه فد ستوديوم هنا قريب، كلهم مكسيكان، وصديقي الامريكي اللي وياي بالشغل هناك راح يلعب، هو خال يعني اسود، ونشوفكم هناك خال يعني، ونشوفكم هناك بالمباراه. مع السلامه. احتراما لابويا الغالي، بس ما بركنت هنا ولا كان بركنت بمكان، لانه بعد شويه هم حيرجعون ابويا وامي. على كل شو اسمه، اعرف انه الفيديوهات اكثرها بالسياره، وانه فيديوهات بالسياره ما تكون حلوه مثل ما واحد لما يمشي او يكون بحديقه او طالع ويا صديقه، خاصه او طالع بمطعم او طالع شو اسمه وين بعد جامعه هيك شغلات ويصور. واصلا اعرف همينه ما تشوفوني هسه، لكن ان شاء الله نحسن بالفيديوهات الجايه وتكون احلى شويه وشويه. هسه بعد شويه وين رايح؟ عندي مباراه، حلبس الحذامات البرتقالي الحلو والشورت الاديداس وننطلق الى المباراه ان شاء الله، واصور لكم اللاعبين اللي هناك المكسيكيين والامريكان والملعب نفسه والبنوتات اللي يلعبون هناك طوبه، ونشوفكم على خير ان شاء الله بعد المباراه، لا اثناء المباراه. شوف عشان الحشرات هاي. مع السلامه. بس قبل المباراه راح اشوف هذا الفيلم لندن هاز بين فولن، ما اعرف شنو، احلى من رايد الونج 2 كلش سخيف، فاكيد هذا احلى ان شاء الله. نشوف منه جزء بسيط اي شيء قد ما يكون الى حد ما تبدا المباراه، ونروح الى المباراه. وهاي دعايه كلش سخيفه. مع السلامه. اعتقد انه انا هسه جاهز للمباراه، لبست الحذاء، دا اشرب مي لان المي مفيد دائما قبل المباراه وبعد المباراه واثناء حياتك كلها. وهذا القميص الثاني، هذا لانه دائما لما العب طابه ورا ما اطلع اروح اركب بالسياره اكون عرقان لدرجه مو طبيعيه، لانه يعني نلعب ساعه ونص ساعتين مرات هيجي، فالجو حار هالايام، ماكو تبريد هنا، ما ادري هو بي تبريد على اكثر انه هو ستوديوم. المهم اكون كلش عرقان، فما اريد ادخل السياره وكلي عرق، والسياره تصير كلها الكوشن كله يصير عرق، الجلد كله يصير عرق شنو عرق. فدائما البس واحد ثاني على مود على الاقل شويه العرق يمتص يروح بالتيشيرت الثاني، وبعدين لما ارجع اسبح واخذ دوش ونروح الى الفراش وننام باذن الله.